لما نيجي نتكلم على انو جينيتال ووردز، خد بالك ان في كلام هتلاقيه مشترك مع جزء طبعا بتاع الفايرال انفكشن. الووردز هو كان موجود في الجلديه، بس هنا في تركيز على شويه حاجات زياده، بالذات حته الاميونوثيرابي، الجزء بتاع الفاكسينز، الحته بتاعت انواع الجينيتال ووردز نفسها وتنقل ازاي في الفيميل او بريجننت، والجزء ده يمكن ازيد شويه عن الجزء بتاع الدرما. يعني نبص كده على الحاجات الاساسيه مع بعض. احنا خلاص عارفين قريب طبعا وورد بتحصل بيهم بابيلوما فيروس، ان هو ده بس دي ان ايه بابوبا فيروس، الكوزا هيدرال كابسيد العلامات بتاعته في حاجات لو ريسك وهاي ريسك. اشهر حاجات في اللو ريسك اللي هم 6 و11، اشهر حاجات في الهاي ريسك اللي هم 16 و18. الترانسميشن هنا هركز بقى على الجزء السكشوالي ترانسميشن، فهقول ان هي ممكن تبقى عن طريق سكشوال كونتاكت او ممكن دورينج ديليفري. دورينج ديليفري ايه اللي بيحصل؟ والطفل معدي في البيرث كانال، لو كان الام عندها انو جينيتال وورت وكده معدي وفي الورتس محوطاه في الحته الاكسترنال، فبالتالي ممكن تخش عند بقه وتعمله لارينجل بابيلوما، وده بعد كده يجيب له ابر اير واي اوبستراكشن. فعشان كده ممكن لو حد عنده ابنورمال كراي او سترايدر تشك احسن يكون عنده لارينجل بابيلوماتوزز، يعني جاله انو جينيتال وورت اتنقلت له بقى وعملت له لارينجل بابيلوماتوزز. الريسك فاكتور عشان حد يجيله بابيلوما فيروس كسكشوال ترانسميشن طبعا معتمد على نمبر اوف سكشوال بارتنرز، فريكونسي اوف سكشوال انتركورس، السكشوال بارتنر عنده وورتس ولا لا، عنده اس دي ثانيه ولا لا، كل دي حاجات هتساعد. ويمكن الوورتس من الحاجات السكشوالي ترانسميتد، لكن الدايجنوز بتاعها معتمد كلينيكال بس. احنا قبل كده كان اي مرض اس تي دي كنت هتقول لك بقى بص كلينيكال ومش عارف اعمل انفستيجيشن وشوف ايه ودور على ايه وخد سامبل وكلام كتير. هنا الكلينيكال لوحده في معظم الحالات بيكون كافي عشان نشخص انها انو جينيتال وورت. اللايف سايكل زي اللي قلناها في الجلديه قبل كده، والفكره بتاعت ان انت كان عندك البايندنج بيحصل بالال 1 ميجر كابسيد بروتين، ده اللي ماسك في السل، وكان عندك جوه الاي جينز. الاي جينز دي بتبقى موجوده في البيزل لاير تحت في لو ليفل عشان ما يبقاش ظاهر حاجه، بقى لما يطلع فوق تبتدي تشتغل اكتر. كان الافكتس بتاعتنا عندنا اي 1 واي 2، ده اللي بيحصلهم اكسبريشن بعد الانفكشن، هم دول المسؤولين ان هم يعملوا ريبليكيشن للفيرال جينوم عشان يزودوا الفيروس نفسه. بعدين كان في عندنا اي 5 6 و7، هم دول اللي شغالين على الابيدرمال لايف سايكل، هم دول بيعملوا بلوكينج للسايكل بتاعت السيلز. المفروض السيل لما بتطلع فوق سوبرا بيزل اللايف سايكل بتاعتها بتقف خلاص، ما بتخشش في سايكل، هي بس شكلها بيتغير. هو الاي 5 6 7 يعملوا بلوكينج للموضوع ده، فالسايكل تفضل شغاله فتفضل السيلز تزيد، فعشان كده يعمل لك يعني ماس واضحه ويعمل لك عدد من السيلز كبير، لان هي عماله يحصل لها بروليفريشن بسبب الاي 5 و6 و7. الايميون ريسبونس برضه نفس اللي قلناه قبل كده في الدرما، الجزء بتاعت ان الانفكشن ممكن يبقى كومن، ان الميون سيستم مش عارف يوصل له، بس في احتمال يكون بيعرف يوصل له بدليل ان بيحصل سبونتينيس ريزولوشن. والجزئيه دي كلها كلينيكلي في عندنا اربع انواع، ممكن تبقى بابيلر، كولي فلاور لايك، كيراتوتيك او فلات توب بابيوز، ودي بنشوفها اكتر على السيرفكس. الاماكن الجينيتال بتاعت الميل والفيميل سواء بقى جلانس بينس، بريبيوس شافت، سكوتم، او عند الفيميل على الليبيا، كليترس، تخش جوه ممكن على الفاجاين. وخد بالك لما يكون في جينيتال ووردز محتاج تبص في يوريثرا، لان ممكن يكون في انترا يوريثرا، ممكن تكون جايه يوريثرا ميتس او جوه سواء في الميل والفيميل، برضه نفس الكلام تبص وتشوف احسن تكون داخله عند الفاجاينا او السيرفكس. طيب لو انت هنا بتتكلم في اس تي دي، في احتماليه يكون العين عنده اتش اي في، لان هو اوريدي واضح ان هي جت عن طريق سكشوال انتركورس، ففي قابليه يكون في اتش اي في. لو كان في اتش اي في خد بالك ليجن هتبقى حجمها اكبر، الريسك بتاع الديسبليزيا والنيوبليزيا بيبقى اكتر وبيكون علاج الموضوع اصعب. during pregnancy انت فعلا جينيتال وورد حجمها ممكن يزيد، ممكن تعمل لك obstructed labor، ولو هي موجوده والطفل معدي ممكن تجيب لارينجل بابيلوماتوزس. الجزئيه المهمه بقى ايه هي الاونكوجينيست بتاعت هيومن بابيلوما فيروس؟ الهيومن فيروس ممكن يعمل ايه كمالجنسي او كونكوجينيستي في حته الانو جينيتال دي؟ اول حاجه لو 16 و18 ممكن يعمل لك سيرفايكال انترا ابيثيل نيوبليزيا وانفيزيف كارسينوما، دي معلومه اللي كنا عارفينها من زمان. ممكن برضو 16 و18 يعملوا حاجه اسمها باوينويد بابيلوزس. باوينويد بابيلوز كلينيكلي زي الورت، الباثولوجي بتاعها زي الباون. مين اللي عملها؟ 16 و18. ساعات بقى 6 و11 يعملوا فيروكس كارسينوما، ولان 6 و11 انواع طيبه فبيعملوا كارسينوما طيبه زيهم اللي هي الفيروكس كارسينوما. لو رجعنا لجزء السكويمس سيل كارسينوما في الجلديه، نفتكر ساعتها ان كان في حاجه اسمها فيروكس كارسينوما، وده كان نوع منها بس كان لو جريد، ما كانش اجريسيف قوي، وكان من ضمن التايبس بتاعت لما ترجع هناك تلاقي حاجه اسمها بوش كلوبنشتاين تيومر، وده كان نوع اللي بيجي في الانو جينيتال، ويقول لك ليه علاقه من بابيلوما فيروس 6 و11. فده بتيجي في المكان ده بيبقى شكلها اكزوفيتك كولي فلاور لايك ماس، ممكن تيجي على البينس، ممكن عليها فاول سمالينج وتعمل ألسريشن، وممكن تيجي كمان على بريبيوس لو واحد انسركمسايزد. والنوع ده كان ليه اكسلنت
بروجنوزز وبيناين افتر كومبليت ريموفال. ليه؟ لان اللي عامله ان هو التايب اللي هو 6 و11، وبعض الاحيان ممكن يحصل كيتينيوس سكويمس سيل كارسينوما. يبقى الاونكوجينيست بتاع هيوم بابيلوما فيروس في المكان ده، هيوم بابيلوما فيروس ممكن يعمل ايه في الحته دي؟ ممكن 16 و18 يعملوا سيرفايكال انترا ابيثيل نيوبليزيا وانفيزيف كارسينوما، ممكن يعملوا باوينويد بابيلوزز، وباوينويد بابيلوز دي اللي هي كانت شبه الورد كلينيكال اللي كانت شبه باوند باثولوجي، وممكن يعملوا بقى بينايل انترا ابيثيل نيوبليزيا او فالفر انترا ابيثيل نيوبليزيا. 6 و11 الطيبين بيعملوا فيروكس كارسينوما الطيبه اللي هي مشكلة بنشتاين تيومر، اللي هي ليها اكسلنت بروجنوز لو اتشالت سيرجيكال، واللي هي بتكون تيومر كبير ممكن يجي على البينس، يبقى كولي فلاور لايك ويبقى فاول سمالينج بيحصل فيها السريشن، وممكن برضه يجي في اماكن تانية مثلا بريبيس لو انسركمسايزد او في اي مكان تاني في الجينيتال. وفي الكوتينيس كوم سيل كارسينوما ممكن برضه تحصل مع الورت. الديفرنشال دايجنوزز بيقول لك ممكن تلخبطها بالكوندايلوما لاتم. طبعا بقى الجدول الشهير ما بين الكوندايلوما اكيميناتم واللاتم، وده قلناه اوريدي في السيفلس. والكوندايلوما لاتم كان الفرق انها سموث سيرفيس البرود بيزد، ان صعب يحصل منها هيمورج والكلام ده كله. الهربس سيمبلكس مش هيلخبطها قوي، لان هتلاقي في الحته دي لو هربس سيمبلكس قلنا الجينيتال ساعات بيبقى بينفول، ممكن يبقى ريكارنت، وتلاقي فيه فيزيكليشن والسريشن واضحه قدامك. ملاسكم كونتاجيوزم هتعرفها طبعا، هتبقى الامبليكيتد بابيول. وملاسكم قلنا بتيجي في الاطفال او تيجي في الكبار سكشوال ترانسميشن بالذات عند البينس. ممكن تكون لو نيفس في الحته دي تلخبطك شويه. فور داي سبوتس، فور داي سبوتس بتبقى سمول يلو بابيولز بنشوفها على السكروتم، يعني انت تبص على السكروتم تلاقي منقط اصفر كده بسيط، ده فور داي سبوتس. جبنا سيرتها فين تاني؟ فور داي سبوتس المكان الكلاسيك بتاعها اللي هو على اللبس، لما تبص على اللبس بتاعت حد تلاقي فيه نقط صفرة صغيره، دي اسمها فور داي سبوتس. ودي مختلفه عن فوكس فور دايس ديزيز اللي هو الابوكراين ملياري اللي كان بيجي في الاكزيلا. بيرلي بينايل بابيولز مهمه جدا، بيرلي بينايل بابيولز بتبقى سمول بابيولز واخده كده جلانس داير مايدور، ومهم جدا تعرفها. ليه؟ لان ده نورمال فاريانت موجود في ناس كتير، لو انت شفته ومش عارفه ممكن تفتكره وورت، تقعد تعالجه كانه وورت، وبتيجي جدا كتير في الامتحان وبنشوفها كتير في الكيس العاديه حتى. البيرلي بينايل بابيولز انت عارف شكلها ايه وتبقى فاهم ان دي حاجه نورمال فاريانت، فالتريتمنت بتاعها هو ري اشورنس بس، مش محتاجين حاجه تانية زياده. سيبوريك كراتوز بتلخبط جدا، حتى لو بصيت في الصوره في كتاب دكتور عاصم هتلاقي ان السيبوريك كراتوزز لما بتيجي جنت السيبوريك كراتوز يبقى شكلها كبيره وحجمها كبير وغامق شويه، فشبه الورت قوي. فيعني الجنت السيبوريك كراتوز بالذات من الحاجات اللي بتلخبط جدا. برضو لو انت شاك في نيوبلازم ممكن تفكر باونويد بابيلوزز، شكله زي الورت بس باثولوجي زي الباون. مالينت ملانوما هتبقى سنجل ليجن، وطبعا بقى في فاريابيلتي في الكالر، وتبص بالدرموسكوب هتعرفها. جاينت كوندوما كماتم اوف كوندوما او مشكله فينشتاين تيومر قلنا ده النوع اللي هو النوع ما فيروكس كارسينوما بس نوع ما بروميس بتاعها كويس، تعمل لوكال ديستراكشن حجمها كبير، فيها فاول سمالينج، فيها ديسشارج، فيها الاسريشن والكلام ده كله. عايز تشوف حاجه مش شايفها اعمل اسيتو وايتنينج، بتشوف الاماكن، ودي عارفينها من زمان بالذات في حاجات بقى ايه الفولفا والفاجينا من جوه. عايز برضه تزود بقى تعمل تاكشن بالبي سي ار، الباب سمير مهم طبعا فور ويمن، اتاكد ان مفيش اسي تانيه، عالج السكشوال بارتنر الكلام ده كله. لما تيجي تعمل بريفنشن لو حد شاكل عنده انفكشن مثلا على البينس يستخدم كوندوم عشان تقلل ترانسميشن. مهم بقى هنا حته الفاكسين، والفاكسين بقى مهمه بالتفصيل، وتبقى عارف الجارداسيل والسيرفاريكس ومين بيستخدم فين وامتى نبدا نستخدمهم وعند سن قد ايه وايه الانديكيشن بتاعتهم، دي مهمه جدا لازم تتعرف. حاجه تانية مهمه في التريتمنت الاميونوثيرابي عامه، وده هنبص عليه في البي دي اف اللي هنلاقيه موجود بعد التسجيل ده. فنبص ايه الاميونوثيرابي بتاع الجينيتال وورتس او بتاع الوورتس عامه، امتى اعالج، ايه الحاجات اللي ممكن استخدمها، ايه اللاينز اللي قدامي، دي برده من الحاجات مهمه قوي مع التريتمنت بقى الانواع العاديه اللي احنا عارفينها في الوورت. واهم حاجه زي ما قلنا قبل كده في الدرما، لما تيجي تعالج الوورت حتى لو الجينيتال وورت لازم تقول العلاج على حسب البيشنت، انت مش بترص علاج وخلاص بتشوف. البيشنت مثلا بريجننت يبقى الحاجات اللي ما ينفعش بريجننسي مش هتحطها. البيشنت مثلا اول مره يعمل حاجه وليجن بسيط ممكن مثلا كرايو او الكترو، لو حاجه اكستنسيف هتزود امينوثيرابي، لو الموضوع مثلا بيشنت كان افورد وفي حاجات ريزيستنت طب ما تيجي نجرب حاجه زي الالدارا، فبيبقى على حسب الكيس اللي قدامك هتحط التريتمنت اللي موجود عندك.